أهل جزيرة الزعاب أو الجزيرة الحمراء انتقلوا إلى أبو ظبي، فصار كثير من الأقاويل حول هذا الموضوع. وطبعا لما الناس تزور الآن هذه المنطقة وتلاحظ أن كثير من البيوت تهدمت، وبعض البيوت موجودة حتى في حالتها الطبيعية تقريبا، يعني ممكن تدخل البيت وتلاحظ أنه موجود بحالة طبيعية. فلذلك كثير من الكلام والإشاعات صارت الناس تتكلم فيها. من هذا الكلام طبعا هو وجود الجن أو وجود الأشباح في هذه المنطقة. وناس تقول أنه مثلا بالليل نسمع أصوات وفي حركات موجودة ليلا كمثال، أو حتى في النهار نسمع بعض الأصوات. طبعا وجود قرية بهذا الشكل وبهذا الحجم ومهجورة أيضا ومتهدمة أيضا وبهذا الشكل، فطبعا تكثر عليها الكثير من الأقاويل عنها. حلو دكتور، روعة. كويس.